مفكرين رح تخلصوا منا بهالسهولة ما هيك؟ ها؟ يلا لشوفها. سعيد أفندي تفضل شو؟ خلص مهمتك. إذا ما قتلت هي أنتوا ثلاثة ما رح تعيشوا. عادات وتقاليد. سعيد أكيد ما رح تقوصني ما هيك. سعيد شو الحل؟ كيف بدنا ننفض من هالقصة؟ ما في أي حل. مشان الله لا تحكي كأنه عن جد رح تقتلني. بترجاك لا تقتلني سعيد. سعيد شو صار؟ لهلا ما حليت الشغلة؟ لا أنا ما رح أقتلها. هي ما دخل بنوب، تركها تمشي. ولا يهمك، خلص براحتك. شاهين اتركها تروح وخذ لي هالشبين نقتلهم. وقف نزل سلاحك ولك وقفهم. ماشي لا تعملوا هيك. ماشي هيك ولا هيك رح ينهدر دم قبيلة الأشرف. ماشي ماشي اهدوا. سعيد شو صار؟ شو ليش هي غيرت رأيك فجأة؟ بصراحة ما في غير هالحل. يا حياة شبين مخلصين كتير إلك، يا حياة هالمشكلجية اللي وراها أيتام. سعيد لا بترجاك. يا حياتي أنا. لا لا لا, لا. سعيد لا تعملها. صعب كتير تضغط على هالزناد يا سعيد أفندي، لأنه بالنهاية ما في أغلى من الروح ما هيك؟ لا سهل. لا سعيد لا لا هبة وسعيد ما سافروا على باريس اليوم لأنه سعيد عرف القصة عن هبة وعنك. أكيد بيكون متضايق هلأ
هبة ما بتناسبه لأخي لأنه عكس بعضهم. هي رح تزعله أكيد، وبجوز هيك أحسن إلهم، ما بتعرفي. لك أمير، أنت لهلأ مزعوج من هبة ما هيك؟ تاريك حقد على المخلوقة ومو طايقة كمان. قلي لشوف قصتك، انتهت مع هالبنت ولا لا؟ انتهت وصارت من الماضي، وأنا مالي عايش مع الماضي، بس بالنهاية هي تجربة مريت فيها ما هيك؟ هبة ما رح تكون منيحة مع أخي سعيد. يا ريت سعيد لو ما سمع بهالحكي، ما كنا وقعنا بهالدوامة أبدا. لك طلعت لبنى مالا قليلة، من تحت لتحت، سكتت سكتت، ولما عرفت إنه أمورهم بخير ومبسوطين فجرت القنبلة. يا حرام، هبة رح تموت من القهر. لك لا مأهورة ولا شيء. يا الله، شو هالحكي اللي عم تحكيه أنت؟ البنت جن جنونة، انهارت على الآخر. أنا بعرفها من السنين وهي أول مرة بشوفها بهالوضع. روح عالبيت وشوف كيف خربت كل شيء. هي ولبنى تخانقوا خناقة كبيرة ووصلت أصواتهم لآخر الحارة. يا ترى سعيد هلأ شو وضعه؟ بالي مشغول عليه كتير. وأنا كمان مشغول بالي عليه، أكيد بيكون مزعوج، موبايله مغلق من الصبح، ونادر وسليم ما عم بيردوا علي. هلأ بيكونوا قاعدين عم يشربوا مثل المجانين ولا على بالهم شي. ولك مين سليم ونادر؟ لا تخليني بلش فيهم هلأ. أنا اللي لازم كون جنب سعيد، أنا بس. ما حدا رح يفهم وقدي. بس هو هلأ بسببك مهموم، يعني أنت رح تكون مثل الملح الجرح، خليك بعيد أحسن. أنا كل شي عملته بس مشان أحميه. بحياتي ما فكرت بنية سيئة تجاهه مثل ما يكون مفكرين. بجوز أنا غلطت وقسيت عليه كتير وبالغت، وهلأ لحسيت بهالشي، بس خلص بعرف شو لازم أعمل. خالته سناء، خالي سناء. انتي كيف اجيتي لحالك على البيت؟ سكتي، لك هربت من المستشفى، بدي اعمل لهم مفاجأة، وبعدين نحن جايين نخطبك بكرة. يا ربي دخيلك، تركت الباب مفتوح. خالي سناء. يا حلوين. ايه لك، شو ما في حدا بالبيت؟ شو هالجهاز؟ يا ربي، انا ما كان في عزمنا هيك أجهزة مطورة. لك وينكن يا حلوين؟ مفاجأة. لبنى؟ نايمة. يا الله دخيلك، يا الله دخيلك، ما أحلى البنت صغيرة لك دخيله الحلو. أنا دخيلك دعي. خلي ماما نايمة، بتكون تعبانة. يلا فتحي لعيونك لشوف. أوه تعي، بدي أعمل لك قنينة حليب، تعي.